بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه همسة في أذن الزوجة والزوج. إذا أقبل إليك زوجك فأقبلي إليه وأظهري اهتمامك به. إذا خرج للعمل ودعيه بالدعاء والابتسامة. إذا رجع من العمل فاستقبليه بالترحيب. استعملي العطر في البيت، لأن الرائحة الطيبة تستميل القلوب. هذا سحر حلال فاستعمليه تفوزين. وأنت أيها الزوج ادخل بيتك وسلم على زوجتك وأنت تبتسم، واسأل عن حالها مدة غيابك. إذا رجعت من العمل فارجع وأنت مبتسم. إذا قدمت لك طعام أو غسلت لك ثيابة فاشكرها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما. ارفع من معنوياتها وأشعرها أنها ملكة في بيتها، وبذلك تكون قد حققت أمر الله القائل: وعاشروهن بالمعروف. فنسأل الله عز وجل أن يجمع بين القلوب وأن يصلح الأحوال، والحمد لله رب العالمين.